نبي غادي يسخر ليه مولانا الإنس والجن، غادي يسخر ليه كل شيء حتى من الريح. نبي اللي غادي يعلمو مولانا لغة الوحوش ومنطق الطير. نبي ملك اللي غادي يدور الأرض كلها لهدف واحد، وهو أنه ينشر العدل والأمن والأمان. ملك عمر شي أرض ما تحط عليها بحاله، وعمر ما غادي يجي بحاله. في نظركم شكون هو هذا النبي، وشنو هما المعجزات الخارقين اللي رزقوا بهم مولانا؟ ما تمشيو فين وتابعوا معي الحلقة كلها، حيث أنا متأكدة غادي تعشقوها. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب اسلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. في حلقه اليوم غادي نشارككم قصه سيدنا سليمان والمعجزات الثلاثه ديالو من الجن والعرش والنمله. فايت لي هضرت لكم عليه من الفيديوهات القدام، ولكن عمرني ما عطيتكم التفاصيل اللي غادي تلقاو في هذا الفيديو. انا متاكده في حلقه اليوم كل ساعه غتبداو تسولوا ريوسكم واش هذا الشيء كنعاود حقيقه ام خيال، ولكن بطبيعه الحال هو حقيقه. ما تنساوش انكم تعيطوا على وليداتكم، باباتكم، ماماتكم، اي واحد باش يسمع لهذه القصه، لانها قصه قرانيه وحقيقيه رائعه وخياليه. اش بان لكم لنبدا؟ اجي نعرفكم واحد شويه بشكون هو سيدنا سليمان. سيدنا سليمان هو ولد سيدنا داود، لقوله تعالى: ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال: نحن معشر الانبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقه. ومعناه بلي انه سيدنا سليمان ما ورثش الملك من نبي، ولكن ورث النبوه، لقوله تعالى: وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطقة الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. حشر سيدنا سليمان عليه السلام الوحوش والطير والإنس والجن، وكان أعظم ملك لأعظم مملكة على وجه التاريخ. لما كان سيدنا سليمان باقي صغير غادي تبان ليه واحد العلامات نتاع الذكاء والفطنة وحسن السياسة والتدبير. فكان سيدنا داود عليه السلام اللي هو الأب ديالو كيستشر معاه في أمور بزاف من الصغر ديالو، حيتاش كيف قلت لكم كان ذكي. واحد النهار غادي يخرج سيدنا سليمان عليه السلام للبيت المقدس كيف عادته، وكان ديك الساعة العاصفة كثيرة، وبقى في المحراف ديالو كيعبد مولانا حتى نص الليل. ولما كان ناوي باش انه يرجع غادي يتجلى ليه النور ديال مولانا، وغادي يحس كأن الروح ديالو كتغرق او كتسبح في هذيك الأشعة النورانية، وغايقول: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. غادي يحس سيدنا سليمان باللي أنه في حلم، وما غادي يفيق منه حتى يصبح الصباح. غادي يرجع للقصر وغيجلس على العرش ديالو، وبدا تيفكر في داك الشيء اللي شاف من المحراب ديالو، وبشنو طلب من مولانا أو دعا به مولانا. شوية غادي يسمع واحد الهاتف يهتف لي تيقول ليه: مولانا استجب لك دعائك وسخر لك في الملك ديالو ما لم يسخره لغيرك. غيسخر ليه مولانا عز وجل سيدنا سليمان الرياح اللي كتمشي بالامر ديالو فين ما بغى هو، لقوله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. مولانا غادي يسخر ليه الجن وحتى الشياطين كيخدموا وكيف ما هو بغى، اللي كيبنيو ليه المساكن والقصور، وكيصلحوا ليه الارض للزراعه، وكيحفروا ليه الابار باش يسقيو بها الاراضي. تخيلوا غادي يسخر ليه مولانا حتى الطير والحيوان اللي كانوا مخلصين له، لقوله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. كان سيدنا سليمان واحد العبد ولا واحد النبي اللي تيحمد الله وتيشكره: يا ربي بما أنعمت علي وعلى والدي غنوهب لك نفسي لطاعتك والجهاد في سبيلك، فوفق لطريقك المستقيم. غادي نحارب الفقر اللي كيذل عبادك المخلصين، غادي نعلن الحرب على الظلم اللي فتن عبيدك الأولين، غادي نجاهد طول ما أنا حي المشركين بك واللي خارجين على طاعتك. من بعد سيدنا سليمان عليه السلام غادي يسمع الملائكة تقول آمين، حينها غادي يسجد لمولانا. غادي يحرص سيدنا سليمان باش أنه ما يفتنوش الشياطين بالملك اللي عطاه الله مع القوة الخارقة اللي عمر موهبها مولانا لشي حد من قبل، وما غاديش يوهبها لحتى شي حد من بعد. فسيدنا سليمان غادي يسخر كاع النعم اللي عطاه مولانا في الإصلاح. تخيلوا غادي تخرج السفن وغتدفع الريح بأمر من سليمان، طبعا بعد إذن من الله، ومن بعد ها هي راجعة وجايبة معها التجارة من البلدان المتقدمة. أما الشياطين الجن حفرت الآبار
في الصحراء وصلحات الأراضي اللي كانت دايرة بها، ومشات جابت الحجر من الجبال وبنات المدن بالشوارع ديالها مع تفاصيلها الدقيقة، حتى ولات مدن ضخمة ومتسعة وجميلة المنظر، وجاو الناس يسكنوا فيها، والأراضي ولات خضراء خصباء والشتا كطيح. غادي تكثر المدن وزراعة الصحاري، ولات الناس كتعبد الله الوهاب الرزاق وفي أمان، عايشين في نعيم عمر ما دازوا بحالو. أما القصر ديال سيدنا سليمان كان أروع اللي تبنى هذاك الوقت، كانت الأحجار ديالو من الرخام والمرمر، أما الحيوطة والسقوفة ديالو فكانت مرصعة بالذهب الحقيقي الأصيلي الخالص. ومن تحت القصر كانت خزائن في جوف الأرض اللي كيهبطوا ليها، واللي هي عبارة على سراديب، وفي الآخر ديالها أبواب ضخمة، وعلى كل باب زوج من مارد عفاريت الجان اللي كيحرسوها. فكانت الشياطين كتخرج كل نهار للجبال، منهم اللي كيتسخر باش يجيب الذهب والألماس، أما الآخرين كيمشيو يغوصوا في البحار وكيصيدوا الحبات ديال اللؤلؤ الخالص، وكيرجع كل من هذا وهذا اللي من الجبال ومن البحار بالليل، وكيحطوا داكشي اللي جمعوا في خزائن سيدنا سليمان، وكيسدوا أبواب الخزائن وكيخرجوا منه، وكيتسدوا دوك البيبان، ويبقاو دوك الحارسان اللي قلت لكم قبيلة ماردان من أشراف الجن اللي ما كيغمضوش عينيهم. كانوا الشياطين تيخرجوا كل نهار وكيرجعوا، حتى كتعمر الخزائن ديال سيدنا سليمان بالمعادن النفيسة والأحجار الكريمة اللي ما كيقرب منها لا إنس ولا جن. كان سيدنا سليمان عليه السلام كيعاقب عقاب شديد أي واحد غادي يخلف القانون ديالو، لا من الجن ولا من الإنس. ويقال والله أعلم بلي أنه واحد النهار غادي يجي أحد الشياطين مربوط، فلما سولوا على الذنب اللي دار سيدنا سليمان قال ليه بلي أنه ضيع شي لؤلؤة كبيرة واللي جبدها من البحر وما حطهاش في الخزائن. غيسولوا سيدنا سليمان فين خبيتيها، قال ليه غص مع الغائصين وخرجت بلؤلؤة بحجم الرأس ديال الإنسان، وهذه كانت شي حاجة خاصة، وكانت تسحب لي بلي أنه هذيك اللؤلؤة اللي غادي نجيب لك بها غادي ترضى عليا طول حياتي. ولكن لما رجعت غادي نتفاجئ بواحد المارد جبار هبط عليا من السماء وخطفها مني ويهرب في الجو من جهة الجنوب وغبر ما بين السحاب وما قدرش نلحق به. قال لي سيدنا سليمان عليه السلام إذا كان هادشي اللي كتقول بالصح غادي نعرض الجن عليك باش أنك تخرج هذاك المارد ما بينهم. غادي يقول ليه لو كان هاد الجني من المملكة ديالك ما كانش غيقدر يحيدها ليا، ولكن هذا جني من نوع آخر اللي كيعيش في مملكة واحدة أخرى. ديك الساعة غادي أمر سيدنا سليمان باش أنه يتسجن هذاك المارد حتى يعرف واش هو بصح صادق أو لا. لا سيدنا سليمان عليه السلام غادي يعيط على الوزير ديالو اللي كان حاكم وعالم وتقي اللي غيبان ليه بلي أنه هاد الجني فهو صادق. فداكشي اللي قال غيقول سيدنا سليمان يا نبي الله الشياطين ما كتهتمش بجمع اللآلئ لها، فغتكون مسخرة الملك من الإنس، ومولانا صفت لك هذا الحادث باش يفكرك بالوعد اللي خديتيه على راسك أنك تجاهد في سبيل الله بما وهب لك الله من القوة، وبلي أنك تجاهد في البحث من مورا هذا المارد حتى توصل لهذاك الملك اللي صفته وتقدر تلقاه من المجوس اللي كي ياخدوا لهم أرباب من دون الله. هنا غادي أمر سيدنا سليمان باش أنهم يطلقوا هذاك الجني لصيد ديك اللؤلؤة لأنه بريء. سيدنا سليمان عليه السلام غادي يجلس مع نفسه واحد الساعة وبدأت يفكر في كلام الوزير، غيمشي للمحراب ديالو في بيت المقدس اللي غادي يجلس فيه حتى نص الليل، وفي الصباح غيأمر الجيش باش أنهم يخرجوا للجنوب. غادي يخرج فوق الحصان ديالو مع الجيش، في اليمين ديالو كان جيش ديال الإنسان في العيودان ديالهم اللي كانوا حمرين، وعلى اليسار ديالو جيش من الجن اللي كانوا فوق من العودان ديالهم اللي كان لونهم كحلين، ومن مراه عدد رهيب اللي ما كيتحسبش من الوحوش والإنس ومرضات الجن. غتنتشر الطيور في السماء اللي كتغطي أشعة الشمس على هذا الجيش العظيم والضخم من الحرارة، وها هما غادي ينطلقوا من الجنوب ويضربوا أيام وأيام ديال الطريق في الصحراء حتى قربوا لواحد الوادي ديال النمل، وهنا فين كاين القصة المشهورة وأغلبيتكم عارفة. قالت فيهم واحد نملة حتى إذا أتوا على وادي النملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. غيسمع سيدنا سليمان كلامها وغادي يفهمها
وغادي تبسم لقوله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هنا غادي يحس سيدنا سليمان بالمعجزة اللي عطاه مولانا، بلي أنه كيسمع النملة شنو قالت وهي غارقة في الأرض ما كتبانش بالعين المجردة، وتحد ما كيفهم لغتها. من بعد غادي أمر سيدنا سليمان عليه السلام باش أنهم يسترحوا هو وذاك الجيش اللي معاه، ومن بعد يعودوا يستعدوا من جديد باش أنهم ينطلقوا من جهة واحدة أخرى وبعادين على ذاك الواد ديال النمل. المهم بقوا مستمرين غادين ليالي وما لقوش لا منين يشربوا ولا ياكلوا حتى سلا منهم الماء، وغيمشيو دوك الأشخاص اللي مكلفين باش أنهم سيسقيوا الجيش عند سيدنا سليمان ويقولوا ليه هذا الأمر. وهنا غادي يستخدم شنو عطاه مولانا، وغادي امر شياطين الجن باش انهم يحفروا ابار ويخرجوا الماء من قاع الارض، ولكن ما لقاوش. غادي يعاودوا نفس القضيه في بزاف ديال البلايص ولكن نفس النتيجه، وغادي يمشيو ويخبروا بهذا الامر سيدنا سليمان. غادي يقول لهم بلي انه الهدهد هو الوحيد اللي تعرف بالفطره ديالو البلايص اللي فيهم الماء في طبقات الأرض، وهو الوحيد اللي يقدر يقول لنا. ديك الساعة غادي يقول سيدنا سليمان عليه السلام بلي أنه بغى الهدهد يحضر عنده. غادي يجاوب الشخص المكلف بلي أن الهدهد ما كاينش. غيغضب سيدنا سليمان غضب شديد وخرج كيقلب على داك الطير. وهنا راني كنت عاودت لكم هاد القصة في الفيديوهات الاولين، ولكن باختصار الناس اللي ما عارفينش جداد انا نحكيها لكم. غيلقى سيدنا سليمان بلاصة نتاع هاد الطير اللي هي خاوية، وقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا ولا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. غادي يقول الغراب سيدنا سليمان: راني شفته منطلق جهة الجنوب في صحبة هدهد واحد آخر من طيور هاد الأرض. تعصب سليمان ووعد باش أنه غيعذبه إذا جاب الله ما جابش له الدليل قوي لكي يبرر به سبب عصيانه ومخالفته لأمره. غادي ينتقدك الوزير ويقول سيدنا سليمان بلي أنه هذه أول مخالفة ومن عند طير ضعيف واللي كان مثال للطاعة والولاء، وأكيد بلي أنه كاين شي سر في هذا الأمر. قال لي سيدنا سليمان: أش من سر غادي يكون مور هذا الهدهد؟ قال ليه: يمكن إلا قربنا من واد الجان واستعملات الجن الخداع والسحر وتلفونا وتمكنوا من الهدهد باش ما يكشفش لنا الماء. وراه قال لي احد الشياطين بلي انه سمع في جوف الجبل واحد العزيف نتاع الجن، وحاول باش انه يتفقد الاثار ديالهم ولكن ما عرفش طريقهم ولا بلاصتهم، ويمكن راحنا طحنا في شي مارد جبار من شياطين الجن ويقدر يكون هو اللي سرق ديك اللؤلؤه. غيبتسم سيدنا سليمان لهذا الخبر وقال: الحمد لله الذي هدانا إليهم وإن النصر. بقى الأمر ديال ما شاغل بال سيدنا سليمان عليه السلام، حيتاش الجنود ديالو فيهم العطش وإذا ما شربوش غادي يكون خطر عليهم. غادي يخرج سيدنا سليمان من الخيمة ديالو وغادي أمر الريح باش أنه يجيب السحب الماطرة ليه، وفعلا طاحت الشتا وعمروا القراب ديالهم داك الجيش، وحمد الله على هذه الرحمة والنعمة. أما بالنسبة لذاك الهدهد فالقصة ديالو أنه لما شاف دوك فاش كيعمروا الماء هاد الجيش بلي أنها أخوات، خاف ليموت الجيش من العطش وخلى بلاصتو ومشى تيقلب على الماء في كاع الطبقات ديال الأرض وما لقى حتى شي عين. ولكن في طريقه غادي يتلاقى بواحد الهدهد واحد آخر اللي جاي من الجنوب، تعرف هو وياه، وهو يوريه الينبوع ديال الماء. غيمشيو بزوج حتى وصلوا لواحد الوادي اللي هو خصيب، ووقفوا كيرتاحوا فيه فواحد الشجرة فواحد البستان اللي هو كبير كله أشجار وعيون من الماء. غادي يفرح الهدهد تاع سيدنا سليمان وغادي يستأذن صاحبه باش أنه يرجع للسيد ديالو ويقول ليه شنو شاف، ولكن هدهد الجنوب غادي يوقفه ويقول ليه بلي أنه شفتي هادشي اللي وريتك ما هو إلا نقطة صغيرة، أجي نديك معايا باش تشوف شنو كاين من مور هاد الوادي، حتى إلا رجعتي لعندو تقول ليه داكشي اللي شفتي ويكون الخبر ديالك فيه أثر عظيم. فعلا غادي يمشي معاه، غادي يتخطى واحد الجبل عالي اللي من موراه غادي يبان ليه واد وبستان ضخم وأخضر وقصور، وغادي يديه لواحد القصر اللي هنا فين غادي تدهش هاد الهدهد من داكشي اللي تيشوف من ملك وجاه. وهو يقول الهدهد الجنوب: عمرني ما شفت بحال هادشي إلا في ملك سليمان في الشمال. قال ليه هدهد الجنوب: شنو هو هاد ملك سليمان بجانب ملك بلقيس اللي بالجنوب؟ أجي هبط معايا من هاد الفتحة وشوف معايا هاد المملكة الرائعة والقوم ديالها وهم كيعبدوا الشمس. غادي يشوف الهدهد قوم كيسجدوا للشمس من دون الله. من بعد غادي يديه القصر بلقيس ووراه العرش العظيم ديالها
وقال ليه شوف هاد اللؤلؤة الكبيرة واش هي عند سيدك بحالها؟ غيتعجب هدهد سليمان وقال كيفاش وصلت لكم هاد اللؤلؤة؟ قال ليه جابها واحد العفريت هذه شهر. وهنا فين قال هاد الهدهد اذا هذه هي اللؤلؤة نتاع سيدنا سليمان اللي خطفها العفريت ديالكم من يد الجن اللي صيدها. فالويل لكم من سليمان مما تعبدون ومما تفعلون. غيقول ليه هدهد الجنوب راه بلقيس كتملك الجن كيف كتملك الانس، وكان خاف على الملك ديالك اللي تغتر بالقوه ديالو ويجي حربها ويذوق ذل الاسرى والهوان على يد الجنود ديالها. لما هدهد الشمال شاف هاد الشيء كله غيمشي تيجري لعند سيدنا سليمان والجيش ديالو، لقى بزاف ديال السحاب اللي كتهبط منها الشتا والقوم كيشربوا. غيبان ليه سيدنا سليمان وهو غيمشي لعندو. غادي يوصل هدهد سليمان للمقر ديالو، غيتقدم في خضوع عند الملك وغيلقاه معصب عليه خاف على راسو شنو كيتسناه. وهو يسولو سيدنا سليمان فين كنتي وشنو هو سبب مخالفتك الامر ديالي وانك تخلي بلاصتك بدون ما تاخذ الاذن مني. الهدهد غادي يعاود ليه كاع داكشي اللي شاف. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشياطين أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لما سمع سيدنا سليمان هذا الخبر من هذا الهدهد قال ليه غادي نشوف واش صدقتي في الأمر ديالك أم كنت من الكاذبين، إذا كان عندك الصح فرك معذور وإلا غادي نعطيك عقابين، عقاب أنك مشيتي بدون إذن وعقاب الكذب. قال ليه اذهب بكتابي هذا وألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. غيدي الهدهد ديك الرسالة نتاع سيدنا سليمان البلقيس في القصر ديالها ولقاها جالسة على العرش ديالها وقدمها الوزراء ديالها والحاشية، وغير مي ديك الرسالة فوق رجليها وغيختفى. كانت بلقيس ديك الوقت دايرة واحد مجلس الشورى باش أنها تشوف الأخبار اللي جاب ليها الجن على سليمان والجيوش ديالو. لما طاحت الرسالة فوق رجليها تعجبات وقرات على الحاضرين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلو علي وأتني مسلمين. الرسالة اللي كانت بسيطة ولكن قوية واللي كتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ومطلوب فيها أمر واحد بلي ما يستكبروش على اللي صفته وما يعصيوش ويمشيو ليه مستسلمين لله اللي كيخاطبهم باسمه. بلقيس غادي تشاور في المجلس الشورى ديالها وهي موجهة الخطاب للأشراف. قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قطعت أمرا حتى تشهدون. قالوا لها احنا أصحاب قوة وقدرة وعدد وشجاعة ولكن في الأخير الأمر ترجع لك أمري وإحنا غادي نطيعك. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت لهم الملوك إذا دخلوا لشي قرية كيفسدوها وكيخليوا أعزة أهلها أذلة، وراني سمعت بسليمان مقبل وما بغيتش شي حرب نخرج فيها على القوم ديالي، فأنا غادي نصفت ليه هدية، إذا كان هو من أهل الدنيا غادي يقبلها، وإذا رفضها فهو صاحب مبدأ وما غادي ينفع معاه لا مال ولا كنز، ديك الساعة غنمشيو عنده مسلمين قبل ما يجي يدينا أسرى. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. غادي يمشي رسول بلقيس لعند سيدنا سليمان وغيعطي داك الصندوق اللي عامر بالذهب والأحجار الكريمة والمرجان، وهو يقول لي سيدنا سليمان من أين هذا؟ قال ليه هدية من الملكة ديالنا بلقيس إلى الملك سليمان. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. غير جا داك الرسول عند بلقيس وقال ليها شنو سمع، غادي تأمر القوم ديالها باش أنهم يهزوا الراية البيضاء، ودتهم لعند سليمان في موكب عظيم. ولكن سيدنا سليمان غادي يسبق هاد الكوم بمعجزة اللي غتصدم أو اللي تدهش بها بلقيس. الهدهد غادي يمشي يشوف ويلقى بلي أنه بلقيس خرجات، وغيمشي عند سيدنا سليمان يقولها ليه، وغيأمر الجن باش أنهم يوجدوا لها واحد البناية أو واحد القصر اللي تهبط ليه. فعلا غادي يبني واحد القصر كله زجاج، ومن تحت كل طابق بحر عامر بالسمك اللي واقف عليه وكيشوف لتحت كأنه كيتمشى على الماء. فاش قربت بلقيس هي والجيش ديالها، سيدنا سليمان غادي يجمع الجيش ديالو وغيقول لهم شكون يجيب ليا العرش ديالها قبل ما يوصلوا مسلمين. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. غيقف واحد العفريت من الجن وقال ليه أنا نجيب لك قبل ما تنوض من المقام ديالك، زعما قبل ما تسالي من المجلس ديالك. غير رفع سيدنا سليمان النظر ديالو للسماء وغيسجد، فاذا بالعرش ها هو قدامه. لما هز راسو سيدنا سليمان غادي يشوف العرش قدامه وفرح، وامر باش انهم يحطوه ليه قدامه ولكن بالمقلوب. ها هي جات بلقيس وشافت العرش ديالها مقلوب، تعجبات حيتاش خلاته في القصر ديالها وعليه حراسه شديده. من بعد غادي تشوف القوم ديالها وغتلقاهم كلهم معجبين. قال سليمان بحال هذا العرش ديالك؟ قالت ليه كانه راه هو، جيتك بالقوم ديالي مسلمين. قال لها انت والقوم ديالك في امان، وغتبقاي ملكه ديال القوم ديالك، كتحكمي في امورهم وكتحكميهم بما امر الله. فلما جاءت قيل اهكذا عرشك؟ قالت كانه هو، واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. طلبت بلقيس باش انها ترجع للقوم ديالها باش تخبرهم بالدين الجديد اللي غادي تتبعوه. غيطلب منها سيدنا سليمان انها ترتاح من عناء السفر قبل ما ترجع، وغادي تقبل الدعوه ديالو. لما خرجت انها تبدل حوايجها في مكانها المخصص، سيدنا سليمان غادي يمشي يجلس على كرسي في هذاك القصر اللي بناوه في اخر الدقيقه، وبقى كيتسناها. غتجي لعندو وغيرحب بها، وهي غدا لعندو غادي يحبسها بحال شي حوض من الماء. خافت انها تفزك حوايجها، وهي تهزهم وعرات شي شويه على رجليها باش تدوز، وهو يقول لها سيدنا سليمان باللي هو سطح ممرد من قوارير زجاجيه، زعما ديك الارض كلها زجاج. وبقوه ما انها كانت متقونه كتبان لها كانها غادي تمشى على الماء، غادي تخجل من الجهل ديالها، واعترفات بنبوه سليمان وبعظمه وقوه مولانا، وقالت بكل يقين ربي إني ظلمت نفسي بعبادة الشمس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. غادي ترجع بلقيس للقوم ديالها مؤمنة، وبدات كتصيفط الجزية كل عام للمسلمين. سيدنا سليمان دوز حياته وهو كيقود القوم ديالو بالعدل، وكيتقرب من مولانا بالعباده، اللي غيختار بيت المقدس اللي فيه غادي يتعبد، وحتى حد ما يقدر يقرب ليه مادام هو كيصلي في المحراب. ولكن لما عرف بلي انه وصلت الوقت ديالو انه يموت، غادي يتكى على العصا ديالو وغادي يخرج للمسجد الاقصى، وغيدخل للمحراب متجها لله ومتكي على العصا ديالو. هنا فين غادي يقبضوا ملك الموت. تخيلوا الجثه ديالو غادي تبقى واقفه سانده على ديك العصا لايام طويله، والناس والجن ما عارفينش بالموت ديالو وما قادرينش يقربوا منه، حتى تاكلت ديك العصا بالحشرات الارض وتهرسات، وهو يطيح جثه على الارض. وشاع الخبر وغادي تشيعوا بنو اسرائيل في مثواه الاخير، ورجعوا من القبر وهما كيرددوا سبحانك اللهم تاتي الملك لمن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وهذه هي كانت قصة حلقتنا الليلة عن سيدنا سليمان والملك اللي أعطاه مولانا والمعجزات الخارقة اللي ما كتدخلش للدماغ. فسبحان الله، كنتمنى أن تكون نالت إعجابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، نتلقوا بعد غدا في حلقة جديدة ومفيدة. سلام سلام.